فضيلة الشيخ، يقول السائل: نحن دائما ندعو الله عز وجل أن يعيذنا من عذاب النار وعذاب القبر، ما هي الأدعية التي تنجي منها عذاب القبر الذي دل عليه الحديث؟ تدعو بلفظ الحديث: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، استعيذ بالله من هذه الأمور في آخر الصلاة قبل السلام. نعم.